بس أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديركي. حب حدث أن التقى بها فأحب، وحدث أنها أحبته. أقصد ما زالت هذه الأشياء تحدث، يحدث صديقه عنها ويترجاه بل ويتوسل إليه أن يدبر له فرصة للتعرف إليها. لا يبقى مقهى أو باب لا يمضي إليه على أمل اللقاء بها بالصدفة وإرسال بعض النظرات النارية إليها. ويحفى الشاب خلف الفتاة، ويحفى صديقه عبد السلام النابلسي كالذي مع عبد الحليم حافظ خلف محاولة تدبير فرصة للتعارف. والبنت تنتظر، فهي لا تحب أن تبادر، مو حلوة بحق، بل وتعتقد أنه إيمتى بتروح. وتقتنع الفتاة أن تبادر أخيراً لأن صاحبنا ما دبر حاله، وتحكي لصديقتها عنه، فتقوم الأخيرة بلعن سنسفيل أجداد المحبوب الولهان واتهامه بالنصب والاحتيال وغيره من المهن الرفيعة المستوى. فترتد المعشوقة وتتوقف وتعد للعشرة بالإنجليزي طبعا، ولكنها لا تنساه فقد دخل إلى القلب. تمضي إلى الأماكن التي تتوقع أن تراه فيها، تبحث عنه في الطرقات في المقاهي، تجده، تتردد، ترتبك، ولكنها تجلس ووجهها لوجهه. أما صاحبنا فأنتم تعرفون أنه أصبح منتهيا في هذه اللحظات، وبدأ قلبه يرجف وركبه تتراقص وحلقه ينشف. يتصل بعبد السلام النابلسي كي يأتي ويشيل عنه كتف. المقهى كله ينتبه إليهما. إنهما في لحظة الذروة، ذروة الحب، ذروة الترقب، فالناس لها حصة من الحب. وكلما تدخل الناس أكثر في قصة الحب تصبح القصة أعظم. فاللت والعجن والدس والشلي والطعم بالظهر والتخاذل وانكشاف نذالة المقربين من ضرورات الحب. فهل يمكن أن تكون هناك قصة حب بدون شخصية النس الحقير العوايني؟ إنه يطفي الإثارة على القصة ويشهرها، ويعرض البطلين إلى الأخطار، ويمنع أهل الفتاة ابنتهم من الخروج. لقد انكشف أمرها. نعم، علم أهل الفتاة بأنها تحبه قبل أن يعلم هو. بل إنه إلى حد الآن لم يعلم. علم الأصدقاء والمقربون ولكنهم لم يقولوا له. استكثروا عليه أن يعرف. انحبست البنت. كلف صديقه النابلسي بالبحث عنها، وجاءه الخبر اليقين، فبدأت رحلة جديدة من الانبحات والتذلل، ويصبح شارع بيتها مزارا له ولسيارات أصدقائه، وبات عليها أن تنتظر كل يوم مساء موكب السيارات الصديقة وهي تمر في الشارع متحدية أهل الحارة وأهلها بقوة الحب. يطلب يدها فلا يوافقون على استقبال طلبه من أصله، فيكبر الموكب ويكثر المتدخلون، الطيبون منهم والأشرار، وأخيرا ينتصر الخير ويوافق الأهل، يلتقي الحبيبان ويتزوجان ويمضيان إلى شهر العسل. وعلى اعتبار أنني كنت عبد السلام النابلسي للعاشق، وأنني عملت كثيرا كي أجعله يظفر بمحبوبته، وأنه كان يبكي على صدري كل ليلة، فلقد سألته عن حاله وأحواله، فنظر إلي بقرف وقال لي: بهل مأبرة؟ سألته: أي مأبرة؟ قال لي: الزواج. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريانا.